السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في قناتي شاف ملكه. سمحوا لي خوتي على الصوت ديالي، راني مريضه شويه. الله يشافي الجميع ان شاء الله يا ربي. وانا غادي ندوزو نشارك معكم بولفاف. كما تعرفوا بولفاف كلشي تعرف يديرو، ولكن كل واحد تتبقى على حسب كل واحد وطريقته الخاصه به. هنا الكبده، غادي تاخذوا الكبده ديالكم ديال الغنمي وغتغسلوها مزيان مع العيد قرب. داكشي اش بغيت نشارك معكم الوصفه. غتغسلوا داك الكبده مزيان سمحوا لي، وغادي تحيدوا لي هذاك الجلدات اللي تيكونوا هكا في الكبده. اما هذه من الضروريات، لا بد تحيدوا داك الجلده باش ما تجيش الكبده قاصحه. هانتوما غدوروا عليه كامل تتحيدوها، هي بشويه تتحيد بسهوله. صافي هكا، وتنقيوها، تحيدوا داك الشحمه اللي تجبروا فيها وداك بحال العروق، حتى هما تحيدوهم، تخليو يلا الكبده بوحده. المهم هكا حتى نكمل هاد الكبده كامله هكا بنفس الطريقه. صافي هكا، من بعد ما حيد داك الجلدات كما شفتوا هنايا، غادي نقسمها هكا على طرف طروفه صغار شويه، باش غادي نقدر نشويهم هكا يتشواو دغيا دغيا. هانتوما من بعد ما قديتهم طروفه صغار، غادي نشعل انا عندي هذا المجمر هذا ديال الضو. نتوما تقدروا ديروا المجمر بالفاخر الا ما عندكمش هذا ديال الضو، من الاحسن ديال الفاخر تجي فيها الكبده لذيذه. صافي، وغادي ندير فيه واحد الكاس ديال الماء باش ما تطنطش العافيه، وما داك الشحمه ملي تتهبط في هكا في المجمر ما تديرش داك اللحلوحه هكا ديال العافيه. غادي نحط داك الكبده هكا كما شفتوا، غادي نستفها فوق في المجمر، ومن بعد ما غادي طيب هاد الجهه غادي نقلبها للجهه الاخرى. وما تنخليهاش طيب مزيان، تنخليها شويه خضراء باش غادي منين ندير لها الشحمه غادي نرجعها للمجمر. هانتوما كيفاش تجي هكا، تقدروا تاكلوها طايبه ما شاء الله. غادي نحيدها. صافي، من بعد ما غادي نحيدها كامله غادي ندير العطريه. عندي الملحه، ابزار، الكمون، والبابريكا او فلفل احمر، وغادي نخلط كل شيء التوابل، وغادي نقطع الكبده سمحوا لي. صافي، من بعد ما غادي نقطع الكبده كما شفتوها كطروفه، المهم كما بغيتوا صغروا او كبروا كما بغيتوا. انا ولادي كاع ما تيبغيو ياكلوا لي الكبده مالوغوزمون. وهنايا كما شفتوا الشحمه حتى هي غادي تغسلوها مزيان وتحطوها فوق شي حاجه هكا حتى تنشف، عاد غادي تقطعوها هكا طريفات صغار. من بعد ما قطعت الشحمه غادي نخلط الكبده والشحمه مع العطريه. صافي، وغادي ناخذ القطيب ديال الشوا كما شفتوا هنايا، وغادي نحط الكبده ونلفو بالشحمه، وغادي نقاد. انا كل قطيب تندير فيه خمسة ديال الطروفه، تنحسبهم باش تجي داكشي مقاد. صافي هكا حتى نكملو الكبده كامله اللي عندنا. هانتوما ما شاء الله القطيب تيشهي. ومن بعد ما كملت لفيت الكبده كامله في الشحمه، خليت النص بلا شحمه والنص درته بالشحمه، وغادي نردهم فوق المجمر يطيبوا. صافي، غادي نخليهم يتشواو هكا على هاد الجهه ونخليهم الجهه الاخرى. كلشي تيعرف يديرها الطريقه هادي. بغيت نشارك معكم الوصفه ديالي. صافي، من بعد ما طابوا شفتوا كيفاش جاوا ما شاء الله. انا غادي ندوق معكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش عافاكم البارطاج واللايكات، وخليو لي تعليق زوين بحال ديما. ونقول لكم هنايا دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.